النهارده بتحل اول ذكرى سنويه على رحيل واحد من اهم الفنانين المصريين، واحد من اكثر الفنانين اللي امتعونا الحقيقه على مدار سنين كتير من خلال اعمال كتير، يعني 110 فيلم، 130 مسلسل، اكثر من 50 عرض مسرحي. مين فينا مش فاكر وهبي السواني؟ مين فينا مش فاكر اللي هو محسن ممتاز في رأفت الهجان؟ مين فينا مش فاكر سرحان البحيري في ميرامار؟ أدوار كتير قوي قوي الحقيقة للفنان المبدع يوسف شعبان. خلينا نشوف هذا التقرير عن هذا المبدع ونرجع لحضراتكم على طول. عام مضى على رحيل فنان صاحب حس وطني ترك أثراً بارزاً خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً، اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية ليصنع مسيرة فنية متميزة. هو المبدع يوسف شعبان. ولد يوسف شعبان عام 1931 في حي شبرا بالقاهرة. كان والده يعمل في مجال هندسة الكهرباء. درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة. خلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية. بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ رحلته الفنية والاحترافية عام 1958 في فيلم سهم الله. توالت بعدها أعماله السينمائية التي تجاوزت 133 فيلماً سينمائياً، أبرزها معبودة الجماهير، أم العروسة، زقاق المدأ، الثلاثة يحبونها، قصر في الهواء، الرصاصة لا تزال في جيبي، والرجل الذي فقد ظله. ومن السينما للدراما وجد يوسف شعبان ظلته ليبدع أكثر من 100 مسلسل، أهمها العائلة والناس، انتقام امرأة، الشهد والدموع، الوتد، ورأفت الهجان. تألق بشكل بارع في أداء شخصية محسن ممتاز في رأفت الهجان، وقدم كذلك الضوء الشارد والمال والبنون، وشارك في الجزء الخامس من ليالي الحلمية، ليأتي عام 2021 معلناً ختام الرحلة الفنية للفنان يوسف شعبان، والتي قدم خلالها عدداً ضخماً من الأعمال السينمائية والمسرحية والإذاعية، وهي الأعمال التي شكلت جزءاً هاماً من تاريخ الدراما المصرية والعربية. رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان. يمكن هو رحل بجسده لكن هتظل ذكراه خالدة في أذهاننا جميعاً بأفلامه وبأعماله اللي قدمها في الدراما تحديداً، زي ما تابعنا التقرير يعني مئات من الأفلام، كل دور كان مختلف. هو كان فنان متنوع بمعنى الكلمة. يمكن من الصعب اللي احنا نلاقي فنان يقدر اللي هو بمعنى يجسد كل هذه الأدوار بشكل عام. سلامة فراويلة، ملو البنون، ملو البنون طبعا يعني طبعا مذاكره الادوار. لا انا يوسف شعبان من اقرب الممثلين لقلبي ومن اكتر فعلا الفنانين، دايما بحس ان هو ليه بصمه خاصه. صحيح. ودايما بيضيف كده بعد لكل شخصيه بيقدمها، ان كانت شخصيه كان فيلن، شخصيه شريره، او حتى شخصيه بيجسد دور سعيدي، او باي مكان الدور اللي بيقدمه. الحقيقه طبعا هو كمان كان نقيب الممثلين في فتره في 1997، وقدر ان هو يفوز بدورتين متتاليتين لغايه 2003 طبعا لما خسر الانتخابات امام نقيب الممثلين الحالي اشرف زكي. كان بيستغل ملامح الشخصيه بتاعته من وقت للتاني، يعني لو تبصي في التقرير وهو صحيح. صغير كان بيميل شويه لادوار الشر، الادوار اللي هو عارفه فيها عنف او الشاب اللي هو كان بدايته كمان في بيتنا رجل، يعني في ناس كتير مش عارفه الموضوع ده. هو الحقيقه حتى لما كان نقيب للممثلين يا احمد قدر ان هو يقدم كتير جدا الحقيقه. صحيح. للممثلين قدر ان هو يعمل نادي كمان كبير جدا، وقدر ان هو يعالج ممثلين كتير كان وقتها كانوا غير قادرين على دفع تكاليف العلاج. العين غيبه عن عالمنا حاليا، يعني رحمه الله. خساره كبيره طبعا للفن في مصر.